اسبوع قلت كان صعب وحتى مهدي في الاستجوابات احكاها مع محمد علي الجويني على الحركه اللي قام بها الجمهور بعد ما قررت الهيئه المديره فتح الحصص التدريبيه للنادي الصفاقسي للجماهير بعد ما كانت الحصص مغلقه. ربما كان هناك تخوف من بعض المناوشات، لكن العكس اللي هو اللي حصل هو يعني دخول الجماهير للحصص التدريبيه كان يعني بطريقه راقيه جدا، وكان هناك حديث حتى مع اللاعبين قبل انطلاق الحصه التدريبيه، وممكن هذا باش يعطي شحنه معنويه للاعبي نادي الصفاقسي اليوم في هذه المباراه. في المقابل الشحنه المعنويه نجم نقولوا موجوده بالنسبه للنجم الرياضي بالمتلوي بعد مردود ممتاز كيف حكى عليه مهدي مع ضيفه منذ قليل مساعد مدرب النجم الرياضي بالمتلوي. الشحنه المعنويه موجوده بعد مردود ممتاز قدمه النجم الرياضي بالمتلوي امام الترجي الرياضي التونسي في اخر جوله لعبها هذا الفريق، يعني الجوله 15 الكره على النقطه المركزيه في الميدان، وبعد قليل ستنطلق بالفعل. إذن تنطلق الآن المباراة مشاهدينا الكرام، والكرة الأولى في مناطق النادي الرياضي الصفاقسي، انطلاق اللقاء هنا في ملعب المهيري، قلت برهان واحد وهو الشعار الواحد كذلك الانتصار بالنسبة لزوز فرق النادي الصفاقسي والنجم الرياضي بالمتلوي، ولو أنه النادي الصفاقسي يعني في حاجة أمام جماهيره وعلى ميدانه لثلاثة نقاط اللي ربما يعني نقطة التعادل قد ترضي حبيت نقول يعني الفريق المنافس النجم الرياضي بالمتلوي في تنقل صعب أمام النادي الرياضي الصفاقسي، ولكن النادي الصفاقسي بعد 5 تعادلات متتالية في البطولة الوطنية وفي كأس الكونفدرالية يبحث اليوم وعنده إصرار كبير أنه يعني ينتصر في هذه المباراة. كما قلت المهمة لن تكون سهلة أمام فريق المناجم النجم الرياضي بالمتلوي، والكرة لصالح النادي الرياضي الصفاقسي تخرج الى التماس محمد بن علي الظهير الايمن يتنفذ التماس. محمد بن علي حمزه جلاسي يوزع الكره ترجع من دفاع النجم الرياضي بالمتلوي. عماد المنيوي يعمل المراوغه ويسقط على ارضيه الميدان، فما مخالفه بحركه فنيه امامكم قائد فريق المناجم عماد المنيوي. شوفوا الحركه الفنيه والمخالفه لصالح اللاعب عماد المنيوي تنفيذ المخالفه. ثم 3 غيابات مهمه بالنسبه لتشكيله عفوان الغربي المدرب العائد لفريق النجم الرياضي بالمتلوي، محمد علي بن سالم الظهير الايمن، وزياد البكوش متوسط الميدان الهجومي، وكذلك المهاجم برهان الحكيمي. يعني 3 غيابات من اللاعبين الاساسيين في تشكيله النجم الرياضي بالمتلوي غيبوا اليوم عن هذه المباراة، والكرة تعود في مناطق المتلوي طويلة لكن مباشرة إلى تماس لصالح النادي الرياضي الصفاقسي اللي كيف ثم 3 تغييرات على مستوى التشكيلة الأساسية. قلت بعد المردود المهزوز وال يعني الفترة الصعبة اللي عاشها فريق النادي الرياضي الصفاقسي وأزمة النتائج بعد 5 تعادلات، يعني الهيئة المديرة كانت اجتمعت باللاعبين والمدرب وحملت يعني كل الأطراف مسؤولياتها طبعا في هذه الفترة الحساسة لفريق النادي الصفاقسي. نعرفوا للأسبوع هذا هو أسبوع مهم جدا للنادي الصفاقسي، فيه لقاء اليوم أمام المتلوي، ثم نهار الأحد لقاء كأس الكونفدرالية أمام النجم الرياضي الساحلي هنا في ملعب الطيب المهيري، ثم بعد أسبوع يعني يوم الأربعاء القادم 13 مارس باش يكون لقاء الكلاسيكو البطولة أمام الترجي في رادس. الكرة للنجم الرياضي بالمتلوي والراية، ثم التسلل، ترجع الكرة لدفاع النادي الصفاقسي. قلت إذا بعد الاجتماع مع اللاعبين والإطار الفني يعني كما قلت فما بعض التغييرات على مستوى التشكيلة وإقحام علاء غرام هذا اللاعب المنتدب من سكك الحديد الصفاقسي، لاعب يعني قلب دفاع مدافع محوري، ولكن شاف اليوم الاطار الفني انه يلعبوا كبيفو لاعب ارتكاز. كره لصالح النادي الصفاقسي، توزيع من الجهه اليسار ويدخل الدفاع امام الحارس، وركنيه لصالح النادي الرياضي الصفاقسي يمشي لتنفيذها محمد علي منصر. تبعوا ركنيه ثم نعود الى يعني التغييرات اللي قام بها الاطار الفني على تشكيله اليوم بالمقارنة مع آخر المباراة. والتتنفذ الركنية والكرة مازالت تختيرها، ترجع مرة أخرى من الدفاع
لصالح النجم الرياضي بن متلوي. عماد المنياوي يلعب كرة طويلة لدافي مايونغو ولكن الدفاع كان موجود. كرة من حارس دحمان وثم الضغط يفرض فريق المتلوي. صعود ثلاثة أربعة ملاعبية في محاولة لافتكاك الكرة لكن ترجع الكرة يعني بأريحية في مناطق النادي الرياضي صفاقسي. كرة تمشي مباشرة لمحمد بن علي يلعب مع حمزة جلاسي. حمزة جلاسي لمحمد بن علي. نادي صفاقسي يعتمد على الهجمة المنسقة وكرة في اتجاه فراس شوارت وتتعدى لمحمد علي منصر لكن الدفاع قبل يدخل دفاع النجم الرياضي بن متلوي والمخالفة يعلن عليها حكم المباراة لدفاع المتلوي. قلت إذا اقحام علاء غرام اللاعب المنتدب من سكاك الحديد الصفاقسي منذ طبعا الموسم الماضي 18 سنة لعب محور دفاع لكن اليوم يلعب في خطة لعب ارتكاز مكان كينغسلي سكري وكذلك علاء المرزوقي أساسي مكان الحبيب الوسلاتي وحسين بن علي كذلك أساسي اليوم مكان أيمن حسين المهاجم العراقي. هذه هي ثلاثة تغييرات اللي قام بها الإطار الفني رود كرول ومحمود المصمودي. والكرة لصالح النجم الرياضي بن متلوي. توزيع يخرج الحارس أيمن دحمان بينما ثم زوج تغييرات بالمقارنة مع لقاء الترجي بالنسبة لعفوان الغربي. دخول مهدي بن سيب منذ البداية في وسط ميدان النجم الرياضي بن متلوي وكذلك دخول دافي مايونغو اللاعب الغابوني منذ البداية كلاعب رواق في الهجوم. ثم زوج لاعبي على أرضية الميدان شال لاباس وطبعا أعطيتكم تفاصيل يعني التغييرات بالنسبة لزوج فرق. قاعدين نشاهدوا في فريق يعني متمركز جيدا في الدفاع النجم الرياضي بن متلوي ولكن يحاول يلعب على الهجمة المعاكسة والكرات الكل تخرج من قيدوب الفريق عماد المنياوي بكرات طويلة خاصة في اتجاه دافي مايونغو أو بوبكر ديارا بينما نادي صفاقسي وفي لطريقته في اللعب يلعب الهجمة المنسقة بجملة من التغييرات وكذلك جملة من الغيابات. أيمن الحرزي خارج الاختيارات الفنية طبعا خارج القائمة تال 18 لاعبي والكرة ترجع بمخالفة لنادي صفاقسي. حمزة جلاسي في اتجاه فراس شواط ويدخل الدفاع الكرة طويلة ثم نسيم هنيد يرجع بالكرة لعلاء غرام ثم حسام دكدوك خذا مكانه على الجهة اليسرى في غياب أشرف الزواغي المصاب. نرجع كذلك لل يعني قائمة طويلة من المصابين باش يرجعوا تدريجيا لفريقهم النادي الرياضي الصفاقسي بعد حديث طبعا مع طبيب الفريق حمادي قوبعة. بعض الأسماء ستعود والبعض الآخر مازال بالنسبة للنادي الصفاقسي. قلت اليوم أيمن الحرزي خارج القائمة لاختيارات فنية قائمة المباراة بالطبيعة وغياب أشرف الزواغي بسبب الإصابة. التماس محمد بن علي ينفذ التماس على الدين المرزوقي ياخذ الكرة يلعب مع حمزة جلاسي ويدخل هيثم المحمدي والكرة تعود للنجم الرياضي بن متلوي. مالك شرفي من اللاعبين كذلك اللي جاوا للفريق في الفترة الشتوية لعب الترجي الرياضي التونسي في الأصل وطبعا جاء من الملعب الجيبسي ولكنه لعب يعني في الأصل كان في المتلوي. هو لاعب من المتلوي ابن الترجي الرياضي التونسي مالك الشرفي والكرة تعود لصالح النادي الرياضي صفاقسي. نسيم هنيد يلعب مع محمد بن علي. نسيم هنيد هاني عمامو لنسيم هنيد زوز لاعبية المحور بالنسبة للنادي الرياضي صفاقسي. يبقى أحسن خط دفاع في البطولة بقبوله 7 أهداف فقط بفضل طبعا صلابة هذا يعني الثنائي وخط الدفاع بصفة عامة ولو أنه صارت عليه تغييرات بعد إصابة كذلك حمزة المثلوثي وكنت تحكي على أشرف الزواغي وقبلهم محمد علي الجويني
ثم التغييرات خاصة على الأطراف في يعني المركز بتاع ظهيري، ولكن بقى ثابت المحور بالنسبة للنادي الصفاقسي نسيم هنيد، وطبعا هاني عمام والحارس أيمن دحمان، 7 أهداف فقط منذ انطلاق الموسم، لكن الفريق يأتي في المرتبة الرابعة على مستوى الهجوم، سجل 18 هدف خلف الترجي عنده 24 والسي بي 23 والنجم الساحلي 22 هدف، ثم يأتي نادي الصفاقسي ب 18 هدف على مستوى الهجوم، والكرة عند فراس شواط، ثم راية تسلل حسب مساعد الحكم، والراية كانت واضحة، ترجع الكرة لصالح النجم الرياضي بالمتلوي، وجود الثنائي أمين وهشام عباس في تشكيلة المتلوي بعد قدوم أمين عباس والتحاقه بشقيقه هشام في الفترة الشتوية، الكرة لصالح النجم الرياضي بالمتلوي وتخرج إلى التماس للنادي الرياضي الصفاقسي، التماس تتنفذ الكرة في رأس شواط، ما زلنا نبحث عن النسق المباراة المرتفع، ما زال النسق يعني بطيء في هذا اللقاء بعد ما أدركنا 11 دقيقة أمامكم التوقيت على السبورة اللامعة الإلكترونية في ملعب الطيب المهيري، وأمامكم الحكم سليم بالأخواص يدير هذه المباراة الجولة 16 للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، ترجع الكرة بتماس آخر للنجم الرياضي بالمتلوي، ننتظر تنفيذ التماس، تتلعب الكرة في اتجاه بوبكر ديارا المنياوي والمخالفة ضد هجوم النجم الرياضي بالمتلوي، الحكم يطلب إعادة التنفيذ من مكان المخالفة، ترجع الكرة لصالح النادي الرياضي الصفاقسي، النادي الصفاقسي صاحب المرتبة الثانية صحبة النادي الرياضي البنزرتي ب 31 نقطة بعد يعني 8 انتصارات 7 تعادلات وبدون هزيمة حتى الآن النادي الصفاقسي في البطولة، بينما النجم الرياضي بالمتلوي في المرتبة 11 صحبة المستقبل الرياضي بجيبس والشبيبة القيروانية ب 13 نقطة، 3 انتصارات 4 تعادلات و8 هزائم بالنسبة للنجم الرياضي بالمتلوي في موسم يعتبر صعب على هذا الفريق اللي أسس تقاليد في الرابطة المحترفة الأولى، محمد علي منصر يلعب كرة على اليسار لحسام بن علي يتمكن من الترويض، لكن التوزيعة ما كانتش طيبة وترجع الكرة من جديد لصالح النجم الرياضي بالمتلوي، بوبكر ديارا اللاعب المالي سريع في الرواق الأيمن، بوبكر ديارا يحاول يعني يربح الميدان ويتجاوز الدفاع، ولكن معاه في المتابعة نسيب مهنيد أو لا، معاه حسام الدكدوك، والكرة تخرج إلى التماس لصالح النجم الرياضي بالمتلوي، عاطف المازني ينفذ التماس، التوزيع في اتجاه بوبكر ديارا ما يحصلش، بيخش كرة في وهذا سوء تفاهم بين الحارس ونسيم هنيد، والكرة ترجع من حارس نادي الصفاقسي أيمن دحمان، والكرة تخرج إلى التماس لصالح النجم الرياضي بالمتلوي، تتلعب الكرة محمد علي منصر لعلاء الدين المرزوقي، مرزوقي يعمل المراوغة، مازال محافظ على الكرة علاء الدين المرزوقي، يبدل اتجاه الكرة لليمين، ثم محمد بن علي لكن قبله الدفاع والهجوم المعاكس عن طريق اللاعب دافي مايونغو، دافي مايونغو معاه يبقى معاه محمد بن علي، والمخالفة للاعب الجابوني دافي مايونغو، مخالفة، شوفوا الإعادة، المتابعة كانت من الظهير الأيمن، هذا عفوا الغربي أمامكم المدرب العائد بعد مغاب على 3 مقابلات، نعرفوا عفوا الغربي خذ الفريق منذ الموسم الماضي
بعد خروج غازي الغرايري وعمل تقريبا 7 مباريات عمل فيها نتائج طيبة. تتلعب الكرة من هيثم المحمدي وترجع لصالح النادي السفيقسي بعد تنفيذ المخالفة. الكرة من جديد للنادي السفيقسي، محمد علي منصور تتعدى الكرة، حسام دكدوك يلعب مع حسام بن علي، حسام بن علي يدخل داخل منطقة الجزاء يخرج كرة، ما فما حد تعود بجديد حسام دكدوك، هذه المرة توزيع وشوات والرأسية في دين الحارس، ما فماش راية، ما كانش فما تسلل والفرصة تضيع على النادي الرياضي السفيقسي. شوفوا الإعادة توسيعة من حسام الدكدوك وطليق في رأس شوات، كرة رأسية والحارس الحلاوي في المكان المناسب. أول فرصة نجم نقوله في المباراة ربع ساعة، في ال 15 دقيقة لعب أول فرصة بعد توسيعة من حسام الدكدوك وفي رأس شوات رأسيته في دين الحارس عبد السلام الحلاوي. إذن تبقى نتيجة متعادلة دون أهداف مع تسجيل أول فرصة. قلت عفوان الغربي كان غايب في 3 مقابلات بعد ما خذا الفريق مع نهاية الموسم الماضي وكمل معاه بداية هذا الموسم، لكن بعد أزمة النتائج اللي تعرض لها الفريق خرج عفوان الغربي غادر، وطبعا خرج في الجولة الأخيرة لمرحلة الذهاب أمام اتحاد تطاوين، اخر جوله بالنسبه لمرحله الذهاب، وغاب عن مقابله الكاس ضد سبورتينغ بن عروس اللي فاز فيها النجم المتلوي بهدف مقابل صفر، ثم كذلك غاب عن لقاء متاخر ضد النادي الافريقي وانهزم فريق المتلوي 3-1، وغاب على مباراه الملعب الجيبسي في المتلوي وهزيمه كذلك بهدف مقابل صفر امام الملعب الجيبسي. هذا محمد بن علي، محمد بن علي يوزع والرأسية لكن لا تتعدى الكرة على حسام بن علي، تمشي مباشرة للدفاع. إذن بعد هزيمة الملعب الجيبسي يرجع في الجولة الثالثة أو يرجع في الجولة الثانية عفوا إياب أمام الترجي الرياضي عفوا الغربي، ويعمل نتيجة مهمة طيبة، هدف مقابل هدف في المقابل رود كرول في وضعية غير مريحة بعد خاصة يعني لقاء البوركينا فاسو أمام ساليتاس، والمردود كان يعني ضعيف مهزوز من النادي السفيقسي، خلى المدرب الهولندي أمامكم يتعرض لعديد الانتقادات. الكرة في وسط الميدان من نسيم هنيد، ثم محمد علي منصر يلعب الكرة مع حسام دكدوك، دكدوك مرة أخرى في التوزيع والكرة بعيدة، كرة يمشي للحارس قبل ما تخرج، يضغط النادي السفيقسي على الحارس لكن يتمكن، ثم مجازفة من الحارس الحلاوي، تعود الكرة للنجم الرياضي بالمتلوي كالعادة في الرواق في اتجاه اللاعب مايونغو، والكرة تعود بمخالفة لصالح النادي الرياضي السفيقسي، فرصة وحيدة يتيمة إلى حد الآن منذ انطلاق هذه المباراة من فراس شوات، رأسية ما كانتش قوية في دين الحارس عبد السلام الحلاوي، ترجع الكرة للنادي الرياضي السفيقسي في وسط الميدان، حمزة جلاسي يلعب مع نسيم هنيد والكرة طويلة بعيدة على محمد بن علي. النادي السفيقسي مازال يبحث عن نفسه مع بداية هذه المباراة، خاصة على مستوى الهجوم كرات ماهيش قاعدة تخلط بس بالشكل المطلوب، بينما واضح النجم الرياضي بالمتلوي والخطة كذلك من عفوان الغربي الحذر في الدفاع وغلق كل المنافذ والاعتماد خاصة على الهجمات المرتدة. طبعا يحب يأمن الشباك مدرب النجم الرياضي بالمتلوي، يأمن على الأقل نتيجة التعادل. وطبعا النادي السفيقسي في الهجوم، حسام بن علي يلعب مع محمد علي منصر، ترجع الكرة من حمزة جلاسي لعلاء غرام، ثم محمد علي منصر يبدل اتجاه الكرة تتعدى لكن قبل ما تخرج لا ثم راية، خرجت الكرة
ضربة مرمى لصالح النجم الرياضي بالمتلوي. ما زلنا في انتظار الأهداف في هذه المباراة، هذه آخر كرة عمل مجهود حسام دقدوق، لكن الكرة خرجت حسب راية المساعد. ضربة مرمى ثمانية هزائم قلت بالنسبة لنجم المتلوي، منها ثلاثة كانت متالية في بداية الموسم أمام الترجي والنادي الصفاقسي ومستقبل كبس، يعني صعوبات كبيرة عاش هذا الفريق هذا الموسم. اللعب خارج ميدانه، خارج المتلوي بسبب الأشغال المتوقفة الآن، والفريق يعني ربما أو أكيد اختار ملعب رديف يستقبل فيه ضيوفه في بقية هذا الموسم. طبعا كذلك المصاريف اللي يتكبدها في الفريق للتنقل، يعني في المباريات اللي من المفروض أنه يستقبل فيها منافسيه، خلى الفريق يعني يعاني من أزمة كبيرة حتى على المستوى المادي. وطبعا النتيجة كانت واضحة، نجم الرياضي بالمتلوي ما قدمش يعني الوجه اللي تعودنا به في المواسم السابقة بالنسبة لهذا الفريق في الرابطة المحترفة الأولى. كرة عند النادي الرياضي الصفاقسي، هاني عمامه يلعب كرة على اليسار، حسام دقدوق يلعب مع حسام بن علي، وتتفك الكرة من الدفاع ترجع لصالح النجم الرياضي بالمتلوي. عاطف المزني هو اللي يفتك الكرة، تعود من جديد محمد علي منصف في وسط الميدان، حمزة الجلاسي نادي الصفاقسي يبحث عن الحلول انطلاقا من وسط الميدان، لكن كما قلت التمركز واضح بالنسبة للفريق الضيف هنا في ملعب المهيري، والكرة عند هاني عمامو. هاني عمامو يلعب مع نسيم هنيد، والكرة تتعدى على الدين المرزوقي، يلعب مع محمد بن علي، يعمل المراوغة يتعدى ممتازة، والمخالفة واضحة للنادي الرياضي الصفاقسي. محمد بن علي لقطة فنية تجاوز بها المدافع، شوفوا الإعادة وواضح المسك من مهدي بن صيب، يرجع للمعارضة الدفاعية. إذا الكرة تأتي بمخالفة لصالح النادي الصفاقسي. هذا محمد بن علي من الانتدابات الشتوية كذلك للنادي الصفاقسي اللي عزز رصيده بثلاثة لاعبين خلال الميركاتو الشتوي: محمد بن علي، نذير القريشي الجزائري، والمهاجم الدولي العراقي أيمن حسين. ثلاثة ملاعبية لتعزيز الرصيد البشري كان يطلبهم المدرب رود كرون. ولا تتلعب المخالفة من محمد علي منصر على مستوى القائم الثاني، ترجع من الدفاع مباشرة إلى التماس لفريق عاصمة الجنوب النادي الرياضي الصفاقسي. الكرة تتنف، التماس ترجع مباشرة محمد بن علي، يبقى في الدفاع بعد صعود كل من هنيد وعمامه في الكرة الثابتة. الكرة تخرج لحمزة جلاسي يلعب مع حسام بن علي، حاب يوزع والكرة تخرج إلى الركنية. بالفعل حسام بن علي صاحب الكرة الأخيرة، شوفوا الإعادة، كرة ما كانتش عالية يعني نص طايرة، يرجعها الدفاع إلى الركنية، يمشي على الدين المرزوقي. تنفيذ الركنية في منتصف الشوط الأول، التعادل دون أهداف، تتنفذ الركنية، ترجع الكرة من جديد عند النادي الصفاقسي، يحاول يضغط والتوزيع من حسام الدكتوك، تجي الكرة عند حسام بن علي داخل مناطق، يخرج كرة يتفضلها الدفاع، ترجع الكرة من الدفاع والهجوم المعاكس. عماد المنياوي، معاه في المتابعة حسام دقدوق، والنادي الصفاقسي يتمكن من افتكاك الكرة والعودة بالهجوم المعاكس. كرة من علي أغرام مباشرة عند فراس شوات، وحده يبحث عن المساندة، يرجع بالكرة. شوفوا يعني المشاكل الهجومية بالنسبة للنادي الرياضي الصفاقسي، هو التوزيع عمل تسديدة ممتازة من حمزة جلاسي. أنا نحكي على الصعوبات، وطبعا حمزة جلاسي فكر في التسديد من بعيد، هذه التسديدة أمامكم،
قوية ويتألق الحارس الحقيقة عبد السلام الحلاوي في إخراجها إلى الركنية. التسديدة ممتازة والأروع تألق الحارس الحلاوي في أبعاد الكرة إلى الركنية. اختيارات يعني التسديدة من بعد، لأنه كما قلت يعني التمريرات القصيرة ما كانتش ناجحة، ولتتنفذ الركنية وإمكانية التهديف والهدف الأول. الهدف الأول لصالح النادي الذي سفيقسي. علاء الدين المرزوقي يفتتح النتيجة في 25 دقيقة لعب، يستغل كرة أمام المرمى يسكنها الشباك، وطبعا هدف أول يعني يحرر الجماهير النادي الذي سفيقسي. كنتوا تشاهدوا فرحة كبيرة بهذا الهدف هنا في ملعب المهيري. إعادة ركنية من حسام الدكدوك، شوفوا الكرة تجي أمام علاء الدين المرزوقي يعني بدون فلسفة كبيرة، يخليها في الشباك وإغالت الحارس الحلاوي تقريبا على مستوى الزاوية اليسرى للحارس عبد السلام الحلاوي في موقع مناسب. يعني كرة تجي أمام علاء الدين المرزوقي ولا يترك الفرصة تمر، يسجل الهدف الثاني بتاعه علاء الدين المرزوقي على مستوى البطولة الوطنية مع النادي سفيقسي، بينما هو هدف النادي سفيقسي على مستوى كأس الكونفدرالية. المدرب كرالي يتنفس السعداء بعد هذا الهدف الأول، بعد بداية صعبة في هذه المباراة أفرزها فريق النجم الرياضي بالمتلوي، خاصة على المستوى الدفاعي والاعتماد على الهجمة المعاكسة. الكرة تعود بعد هدف افتتاح النتيجة لصالح النجم الرياضي بالمتلوي، والكرة مباشرة إلى التماس، هدف مقابل صفر للنادي الرياضي سفيقسي. دقيقة 25 عن طريق علاء الدين المرزوقي، هدف النادي سفيقسي في كأس الكونفدرالية، بينما فراس شوات هو هدف الفريق في البطولة بخمسة أهداف. ترجع الكرة من جديد الهجوم المعاكس لنادي سفيقسي، لكن يتفطن عاطف المزني ويربح مخالفة لفريق المناجم النجم الرياضي بالمتلوي. إن شاء الله المباراة تكون أفضل أسرع ويكون فيها الإيقاع مرتفع بعد الهدف الأول للنادي الرياضي سفيقسي. أكيد ننتظر ردة فعل النجم الرياضي بالمتلوي، ولكن كيف كيف ننتظر ربما هدف باش يحرر أكثر ملاعبي سي اس اس. الكرة ترجع للنجم الرياضي بالمتلوي، يدخل الدفاع ثم حسين بن علي يرجع لمعاضدة الدفاع. كرة عند محمد علي منصر، حسين بن علي، حسين بن علي هدف جاء منه ركنية من كرة ثابتة، والكرة الثانية في المكان المناسب على الدين المرزوقي، ما كانش متسلم، كانت فما كيل بهتة، ولكن علاء الدين المرزوقي كان في موقع سليم وسجل هدف الافتتاح للنادي الرياضي سفيقسي. ترجع الكرة من جديد للنجم الرياضي بالمتلوي. أمين عباس والكرة طويلة، ثم أبو بكر الزيارة يربح التماس. أدركنا الآن دقيقة 28 في المباراة في الشوط الأول، النادي سفيقسي متقدم بنتيجة هدف مقابل صفر. طبعا النادي سفيقسي يسعى اليوم للانتصار لتقليص الفرق عن المتصدر الترجي الرياضي في أعلى ترتيب البطولة، بينما النجم الرياضي بالمتلوي كيف كيف يبحث عن نتيجة إيجابية تخليه في مأمن يعني من مفاجآت نهاية الموسم. نعرفه للفريق في مرتبة في مؤخرة الترتيب، في المرتبة 11 ب 13 نقطة، مع المستقبل الذي بجيبس وشبيبة القيروان على بعد نقطة فقط من صاحب المرتبة الأخيرة النادي الرياضي لحمام لمف ب 12 نقطة. يعني في وضعية صعبة النجم الرياضي بالمتلوي هذا الموسم بالمقارنة مع مواسم سابقة قدم فيها عروض جيدة،
الفريق المتلوي نعرفه للفريق يعني صعد في 2013-2014 لعب أول موسم في الرابطة الأولى، تابعوا العملية قبل للنجم الرياضي بالمتلوي، والدفاع النادي الصفاقس يدخل يفتك الكرة، كرة طويلة اتجاه علاء الدين المرزوقي، ثم حمزة جلاسي بيخش الكرة ياخذها اللاعب دافي مايونغو، ومن جديد افتكاك الكرة للنادي الصفاقسي، والسرعة في الهجوم لكن ما تعداش تمريرة علاء المرزوقي والمخالفة، حكم كل مخالفة ضد علاء الدين المرزوقي، ارتكبت على هيثم المحمدي. لا شوفوا اللاعب الملقى على أرضية الميدان من النجم الرياضي بالمتلوي، هذه إعادة للعملية الأخيرة والمخالفة ضد علاء الدين المرزوقي، يمشي التنفيذ على كل، شوفوا الرقم لأنه ما نجموش نفرقوا بين هاشم وأمين عباس، اللي جات المخالفة هو هاشم عباس يعني الشقيقان التوأم، هذا اللي أمامكم الآن رقم 32 هو أمين عباس، ورقم 33 هاشم عباس، والكرة اللي صالح النادي الرياضي الصفاقسي، حسام بن علي داخل منطقة الجزاء يتعدى بالكرة يعطي كرة لمسة أرضية، لكن الدفاع يدخل في آخر لحظة ما تعديتش الكرة، علاء الدين المرزوقي قائد الفريق اليوم، شوفوا التمريرة لكن كان موجود اللاعب مهدي بن سيب، والكرة تعود لصالح النادي الرياضي الصفاقسي، محمد بن علي مع علاء الدين المرزوقي، لكن تمريرته يتأسف يعني لزميله، ترجع مباشرة للنجم الرياضي بالمتلوي، والكرة عند دفاع النادي الصفاقسي هاني عمامو يلعب مع نسيم هنيد، ثم أيمن دحمان لهاني عمامو، ثم علاء غرام أول مباراة كأساسي لاعب الرلوي، والكرة في اتجاه محمد بن علي، ترويض ممتاز لظهير الأيمن نادي الصفاقسي، والكيف كيف التمريرة لكن ثم إشارة من حكم المباراة لوجود مخالفة لصالح النادي الرياضي الصفاقسي، هذه إعادة للعملية لكن ترجع الكرة بمخالفة، محمد بن علي خذا مكانه في تشكيلة النادي الصفاقسي في غياب حمزة المثلوثي، وهذا حمزة جلاسي يعطي كرة محمد علي منصر يحاول يفتح الزاوية ما يسددش، لا يلعب كرة مع علاء الدين المرزوقي على المراوغة، ما زالت الكرة عند النادي الصفاقسي، يرجع بالكرة لعلاء غرام، علاء غرام يلعب بالكرة مع حسام دكدوك يراوغ يخرج حسام بن علي، التوزيع والكرة بعيدة تمشي مباشرة، محمد بن علي يخلط على الكرة يعمل المراوغة، والحكم المرة هذه يقول ما فماش مخالفة أمام أنظار مساعد الحكم، اللقطة اللي قبلها عطاها المخالفة، مراوغة تشبه اللي قام بها الآن محمد بن علي، هذه المرة مساعد الحكم يقول لا فماش مخالفة، ترجع الكرة للنادي الصفاقسي، حمزة جلاسي يلعب مع محمد بن علي، ثم علاء الدين المرزوقي لكن يمشي قبله فؤاد التيمومي، يخلي الكرة تخرج، تماس للنجم الرياضي بالمتلوي، أدركنا الآن دقيقة 34، النادي الصفاقسي متقدم في النتيجة بهدف مقابل صفر، والكرة عند دافي مايونغو ترجع من جديد للنادي الرياضي الصفاقسي، محمد علي منصر خرج كرة، ثم عاطف المزني يغطي على حسام بن علي في الجهة اليسرى يعني اليمنى لدفاع النجم الرياضي بالمتلوي، ياخذ كرة حسام بن علي يخرج الكرة لكن يدخل الدفاع بعد الخطر، ترجع الكرة في مناطق النادي الرياضي الصفاقسي، هاني عمامو يلعب مع أيمن دحمان، نسيم هنيد الكرة عند النادي الرياضي الصفاقسي قاعد يهاجم في هذه الفترة،
أمام فريق يعني يتجه أكثر نحو الدفاع. هاني عمامو بعد الهدف نادي سفيقسي يعني خرج أكثر للهجوم، ولكن ما ينقص الآن النادي سفيقسي هو اللمسة الأخيرة والتمريرة الأخيرة الحاسمة على مستوى الهجوم. عديد الكرات من محمد بن علي وحسين بن علي أو حتى يعني علاء الدين المرزوقي، اللمسات الأخيرة تكون يعني إما قصيرة أو عند الدفاع. الكرة تعود في وسط الميدان، محمد علي منصور يعطي تمريرة ممتازة لحسين بن علي. حسين بن علي يوسع والمرزوقي ما يخش كرة بالرأس. علاء الدين المرزوقي يسعد لكنه ما يخش الكرة، ثم الملاعب قاعد على أرضية الميدان صلى الله عليه. شوفوا الإعادة، توسيعة ممتازة وصعود، ثم مخالفة لدفاع النجم الرياضي بالبتلاوي عند مسعد المرزوقي، ارتكب المخالفة على مدافع النجم الرياضي بالمتلاوي. يتوقف اللعب، ثم لاعب آخر كذلك ينتظر الإسعافات في مناطق النادي الرياضي سفيقسي، والكرة ستعود بمخالفة للنجم الرياضي بالمتلاوي. قلت لي أول يعني موسم كان لي في الرابطة الأولى 2013-2014 المرتبة الثامنة، ثم 2014-2015 المرتبة السابعة، 2015-2016 في المرتبة الرابعة. النجم الرياضي بالمتلاوي يعني قدم موسم ممتاز جدا، 2016-2017 المرتبة الخامسة، وفي الموسم الماضي 2017-2018 كان في المرتبة السابعة. يعني خمسة مواسم كانت طيبة، ولكن الموسم هذا على غير العادة، الفريق يقبع في المراكز الأخيرة بفارق نقطة عن صاحب المرتبة الأخيرة النادي الرياضي الحمام الأنف، كما قلت بسبب يعني الصعوبات ساعة الملعب. فريق يلعب خارج ميدانه كل اللقاءات ولقى صعوبات كبيرة حتى في عملية البحث عن ملعب يعني يلعب فيه اللقاءات متاعه. ثم كذلك الفريق الحقيقة استغنى عن عديد اللاعبين في هذا الموسم، كانوا من الركائز بالنسبة للنجم الرياضي بالمتلاوي. ترجع الكرة بعد مخالفة، حمزة جلاسي يعود يلعب الكرة مع حسين بن علي في الجهة اليسرى، يعني لاعبي على مستوى التنشيط الهجومي قاعد يقدم في الإضافة حسين بن علي في الجهة اليمنى لدفاع النجم الرياضي بالمتلاوي. في رأس شوات ما يتحكمش في الكرة، تخرج إلى التماس لصالح فريق نجم المتلاوي. يتنفذ التماس، والحكم يشير إلى يوقف العب ويعطي مخالفة للنادي الرياضي سفيقسي. ثم مخالفة يمشي لها الحكم سليم بالأخواص، محمد علي منصف. ما زالت الجماهير تنتظر أكثر من هذا اللاعب اللي أمامكم، محمد علي منصر العائد للنادي سفيقسي هذا الموسم. نعرف إمكانية هذا اللاعب. الكرة تعود بمخالفة في التنفيذ، حسين دردوك يرفع الكرة تتعدى والدفاع يدخل، ثم محمد بن علي في المتابعة يرجع الكرة بالرأس تعود من علاء الدين المرزوقي، ولكن الهجوم المعاكس عماد المنياوي يخرج كرة وتسلل. متسلل اللعب دافي مايونغو، الإشارة كانت واضحة من الحكم المساعد. شوفوا هذه الخطة، قلت التمركز الدفاعي الجيد، تقريبا كل الملاعبين يدافعوا، ولكن يعني اختار اختيار التوقيت المناسب لعكس الهجمة. وهذه كرة يخرج لها الحارس، مازال التخطيرة، وفي رأس شوات يوضع الهدف الثاني. عملية خطيرة جدا. تو شوفوا الإعادة، الحارس يتصدى في مرة أولى والكرة الثانية. شوفوا الإعادة، التوسيعة من حسين دكدوب، يخرج الحارس باليد، ثم الكرة أولى من حمزة جلاسي، يأخذها اللاعب في رأس شوات وتسديده
تلقى المدافع امام شوات يبعد الكرة وفرصة الهدف الثاني، ابرز فرصة بعد الهدف اللي سجله على الدين المرزوقي للنادي الرياضي الصفاقسي، يرجعها الحارس بطبيعة بعد تسديدة حمزة جلاسي، لانه كان ثم تسديدة قوية من حمزة جلاسي كيف كيف تصدلها بكل ثبات الحارس عبد السلام الحلاوي، ثم جاء الهدف، ثم هذه الفرصة تضيع على فراس شوات، ترجع الكرة للنجم الرياضي بالمتلوي وبعيد الكرة مباشرة خارج الميدان. ضربة مرمى للنادي الرياضي الصفاقسي. ترجع الكرة من حارس المرمى أيمن دحمان يلعب الكرة طويلة في راس شوات، لكن المخالفة لصالح النادي الرياضي الصفاقسي. 40 دقيقة بالضبط، يعني 5 دقائق على نهاية الشوط الأول هنا في ملعب المهيري، وإعادة للمخالفة اللي تحصل عليها في راس شوات. هاني عمامه على مستوى التنفيذ يلعب مع حسين بن علي يعمل الترويض، ولكن معه عاطف المزدي في محاصرة لصيقة، والكرة ترجع من الدفاع، محاصرة من عاطف المزدي ظهير الأيمن لحسين بن علي، تعود الكرة لنادي الرياضي الصفاقسي. نسيم هنيد يلعب لكن من جديد الكرة لصالح النجم الرياضي بالمتلوي عند دافي مايونغو، غير التمركز نتاعو الى الجهه اليمين، كان في الجهه اليسار لهجوم النجم الرياضي بالمتلوي، غير وجاء عماد المليوي في الجهه اليسرى، التماس للنجم الرياضي بالمتلوي، تتلعب الكره، عاطف المزني يحاول يحافظ على الكره، يلعب مع هيثم المحمدي، ثم امين عباس وافتكاك الكره والهجوم المعاكس لدي صفاقسي. حمزة جلاسي يلعب مع حسين بن علي، يتعدى، ممتاز الكره مع شوات، يرجع واحد اثنين شوات، في راس شوات يخرج كره ياخذها على الدين المرزوقي داخل مناطق الجزاء، ويتخذ عطف المزني امام على الدين المرزوقي، التماس لدي صفاقسي اخطر مع نهايه الشوط الاول، خاصه وقت اللي سرع في الهجمه تكون العملية خطيرة على دفاع النجم الرياضي بالمتلوي. وحمد علي منصر يلعب الكرة مع حمزة جلاسي، يوزع، ثم محمد بن علي على الكرة قبل ما تخرج، محمد بن علي يعمل التوزيع ويخرج الحارس حلاوي مرة أولى، والمخالفة يعنى لها الحكم سليم بالأخواس لحارس مرمى النجم الرياضي بالمتلوي. شوفوا الإعادة، محمد بن علي يرفع الكرة بالرجل اليسرى والحارس مع فراس شوات يربح المخالفة، تبقى إذن النتيجة هدف مقابل صفر. وطبعا شاهدنا العمل اليوم اللي قام به محمد بن علي على الجهة اليمنى، العديد من التسربات، هذا رود كرول مدرب النادي الرياضي الصفاقسي يبحث اليوم عن النتيجة وكذلك الإقناع حتى يسكت الأصوات اللي طبعا تنتقد فيه بعد الفترة الأخيرة. وترجع الكرة من نسيم هنيد، وحمد علي منصر يلعب الكرة، ثم فراس شوات، ولكن يدخل دفاع النجم الرياضي بالمتلوي، ترجع الكرة من جديد في وسط الميدان عماد المنياوي، المنياوي تقريبا كل الكرات تخرج من هذا اللاعب اللي يعتمد برشا على تجربته وعلى فنياته عماد المنياوي. دفاع النادي الصفاقسي رجع الكرة، ثم محمد علي منصر، والمخالفة واضحة للنادي الرياضي الصفاقسي، حكم المباراة كان ماشي للعب، لكن عند مشاف اللاعبية النادي الصفاقسي باتجاه عملية المخالفة يقول لا، يرجع اذا الان يمشي للاعب المصاب ويعطي انذار. هذه يعني الطريقه سليم بالاخواس، انذار ضد لاعب النجم الرياضي بالمتلوي، اللاعب دافي مايونغو الجابوني هو اللي حصل على الانذار بعد ما تدخل على محمد علي منصور.
قلت تفاديا للمناوشات. حكم المباراة كان ماشي بشات الانذار عند مسافة لاعبين نادي سفاقس تقدموا وقف وتفادى يعني التجمهر نتاع اللاعبية في مكان المخالفة. هذا محمود المصمون المدرب المساعد لنادي نادي سفاقس. ثلاثة دقائق أو دقيقتين ونص على نهاية الشوط الأول تتلعب المخالفة لنادي نادي سفاقس. حسام دردوك يلعب مع محمد علي منصر وحمد علي منصر حمزة الجلاسي. تتعدى الكرة لمحمد بن علي وحمد بن علي يرجع للجلاسي. حمزة الجلاسي يعطي كرة لكن يعني ما كانش فما تفاهم بينه وبين علاء الدين المرزوقي. حاب يخرج كرة بينية في ظهر المدافعين لكن ما فهموش على الدين المرزوقي دقيقة كوقت مبدد. يضيف حكم المباراة سيم بالأخواس حمزة الجلاسي يعمل المراوغة. يعني شوفوا اللاعبي قداش عاد التوازن اللي وسط ميدان النادي سفاقس. حمزة الجلاسي ترجع له الكرة. لاعب يلعب بكل راحة عنده ثقة في إمكانياته. تقريبا اللاعب الوحيد في الفترة الأولى اللي كانت تمريراته صحيحة على الأقل. والكرة في اتجاه محمد بن علي يوزع والركنية لا ما خرجتش الكرة مازال تلعب. مازالت الكرة لصالح النجم الذي بالمتلوي. شفنا برشا تمريرات مخطئة في بداية المباراة. هذا حمزة جلاسي مرة أخرى لكن تتفكلوا الكرة والتعود من جديد أمام علاء غراء. يلعب مع محمد علي منصر. حسام الدقدوق حسام الدقدوق ثم حسام بن علي. الكرة عند النادي نادي سفاقس. نسيم مهنيت محمد بن علي. نادي سفاقس يبحث عن الحلول في ظل كما قلت التمركز الجيد لفريق النجم الرياضي بالمتلاوي. وفي هذه الآونة بالضبط بعد دقيقة بالضبط كوقت مبدد يعلن حكم المباراة سليم بالأخواس عن نهاية الشوط الأول هنا في ملعب الطيب المهيري بتقدم نادي سفاقس التقدم الآلي بهدف مقابل صفر. هدف سجله على الدين المرزوقي منذ دقيقة 25 من هذه الفترة الأولى. فترة يعني شاهدنا فيها السقف مش مرتفع برشا ومستوى في حدود المتوسط. إن شاء الله نشاهده مخير ويكون الإيقاع مرتفع والمستوى أفضل في الشوط الثاني من هذه المباراة. إلى ذلك الحين.